عسلامة. عسلامة. سبا. الحمد لله عايش. نحكي اليوم على الصداقة، علاقات الصداقة. هل صحيح بين الطفلة والوليد نجم تكون بينتهم علاقة متاع أصحابك هاو؟ وي سم. كي خوي نحبك كي خوي. هي موجود. فما زاد نحبك كي أختي. سم. علاش لي؟ ويقعدوا كي أختي كي خوي. بالطبيعة. وكل واحد تربيته. ليه وكل واحد تربيته عليه؟ أنا صور كان واحد قال نحبك كي خوي خاطر ما عندوش كرهبة. لا 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 لا. أنا بيرسونيل. انا بيرسونيل مو معناتها فهمتني عندي اصدقاء معناتها فهمني كيما اخواتي واحد سواء من البنات سواء من الاولاد باه نفرح انا كي نسمع هكا يفسر كيفاش تحب نفسر فهم برشا يقول لك امبوسيبل الطفله والوليد تكون بيناتهم علاقه تجمعهم علاقه ما هيش نتاع حب هذه نتاع صحبه ولا نتاع خويا ولا كي اختي ما فهمش من بو هي صحيح بقله معناتها فهمت اما لكن انا ولاي قاعد نعيش فيها معناتها فهمتني عندي من البنات معناتها اصدقاء واخوات واكثر حتى من الاخوات والاولاد زادة فهمت علاقات هذوما اللي فيهم الصديقه كي تقول لك نحبك كي خويا هل صحيح انها تقعد كيكا كيما هي ستابل ما تتبدلش العلاقه ولا يدخل فيها الحب هاي ترخمم لي شويه ولا هي ثمة كنا بقلة وثمة اللي تبقى هكيكا معناتها متاع أخوة معناتها فهمت عادي كيفاش يعطيني الحاجات الإيجابية كي تكون فما علاقات كما هكا بين البنات والأولاد متاع أصحاب وكهو أصحاب معناتها أصحاب نورمال الأخوات أصحاب نورمال والله الإيجابيات برشا معناتها نسألوا على بعضنا سواء في مناسبات ولا ما غير مناسبات نتقابلوا نعملوا قهوة نعملوا فطور معناتها بالرسمي معناتها كل خويات والسلبيات ما ثماش سلبيات خاطر أنا بدي معناتها نعرف شنين خالت فهمت ما نخالتش معناتها اللي يجي باهي نمشي معك لبعيد اي سيد العلاقات اللي تتبدل اللي من الاول تبدا على اساس اخوات ومن بعد يولي يحب بعض اي شنو المشكله هنا كيفاش نفضوا هذا ولا كل واحد وشنو يحس معناتها تجاه الطرف الاخر فهمت نجم انت معناتها من الاول تبدا بالصداقه وكل شيء ومن بعد يتبدل يولي حب ويولي معناتها عاديه تنجم تصير ما تبقاش معناتها شنو اللي يخليها تتبدل العلاقه شو خليت تاخذ منعرج اخر لا مش منعرج معناتها منعرج اخر يعني ثنيه اخرى اي ثنيه في ثنيه مش في الخايب نحكي في البي يعني تكون تكون اخوات ولا اصحاب تولي معناها حب وتنجم علاش ليه ما تفش بالزواج معناها عادي فهمت صحيح منحى اخر ما عجبتوش منعرج صحيح منعرج مش معناها تركينا نعرف اي نعرف ولا يثمى شنو رايك فيهم العلاقه اللي تبدا بالصحبه وكل اخوات ومن بعدك يفيق بروحه ماهيش خويت ما ينجمش يكمل معاها خاطر كي اخته يحب يفيق بروحه اللي هو يحبها كي مرته علاش ليه يكملوا معناتها يحبوا بعضهم معناتها ويوصلوا مثلا المشروع معناتها نتاع جواز فهمتني وان شاء الله ربي يعني كل حد الصحبه في تونس علاقات نقيه ولا والله فيها النقيه وفيها اللي اكثريتها انا نشوف فيها اللي هي نتاع مصالح فهمت سواء من الاولاد ولا من البنات كانوا عنده بيك مصلحه وكذا يطلب عليك ويسال ويتفكرك في كل لحظه وفي كل ما عندوش بيك مصلحه صدقني حتى مساج ما يبعثوش فهمت وهذه الخايبه هذه بالرسمي ما تعني حتى شيء مصدق فهمت وانا ديجا عندي برشا معناتها كانوا اصدقاء من النوع هذايا لكن على مصالحهم فهمت بعد ما توفى المصلحه بيك مثلا باش تاخذي له حاجه ولا كذا ولا واحد ما عادش يهز عليك تليفون ما عادش يبعث لك مساج ما عادش يتفكرك جمله ما فهمت
هذه انا ضدها معناتها وخايبه برشا فهمت. وانا معناتها واحد من الناس انا سحب عشرة معناتها مش الواحد يشكر في روحه. انا حاب مثلا كي قبلتك معناتها صاحبي والا جيت مثلا وقضيت لك حاجه مثلا وانت تستحق لها وكل شيء واحد فهمني ومن بعد بقينا اصدقاء معناتها نسر على بعضنا عادي ما يتبدل حتى شيء معناتها فهمتني. وين المشكله معناتها انت كي باش تسال علي ولا نسال عليك ولا نفكروا بعضنا بالعكس عادي معناتها فهمت. هما يقراوها كهو قضيت به مصلحه ولا كذا ما عادش فهمت ما عادش نتلفت له الشخص هذاك. وثم مثلا اللي توا بقينا اصحاب وكما الاخوات واحد ويسالوا ويعطيهم الصحه. وانا بربي نحب نوجه تحيه عندي صاحبي عايش في هولندا بون هولندا توا مسكره معناتها وفيها برشا كورونا نطلب لها معناتها ان شاء الله فهمتني الوالد زاد يزورنا يطل علينا معناتها في تونس ونوجه له بربي تحيه بالرسمي هذا صاحب معناتها فهمت. وان شاء الله معناتها الصحبه معناتها تكون على نيه هكا باهيه وطيبه وراي معناتها بقلت راي بالرسمي في تونس بقله معناتها وليت انا يعني قلت لك معناتها فهمني كلها الاكثريه على مصالح فهمتني بقله باش تلقى هكا صديق معناتها ما يحسبهاش من نواحي كما حكيت لك بقله 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 في تونس. نحب نعرف علاش وليت بقله كيفاش معناتها علاش بردت علاش ما عادش برشا علاش ما عادش واحد عنده برشا اصحاب علاش؟ ولا شوف هي ترجع معناتها للوضع في البلاد وترجع معناتها فهمتني بلغتنا احنا معناتها فهمتني كما نقولوا كل فول لاهي في نواره. اما على الاقل كوميم انا واحد من الناس والله نفرح كي تحط لي جيم كي تحط لي كومنتير فهمتني حتى في الفيسبوك ميساج نعرف اي واحد عنده مشاغل توا في الحياه وكل شيء ما فيها باش ما فيها حتى مشكله معناتها فهمتني. هاني انا مثلا ثم برشا مثلا واحد نتبعهم معناتها فهمتني على الفيسبوك نسال في مناسبات تلقاني انا اول واحد مثلا نبعث هكا بالثانيه سواء في عيد سواء في واحد معناتها عاديه ما انا ما راهيش باش نقص منك فهمت ما راهيش انا باش نقص بالعكس فهمت بالعكس ومعناتها وربي خلنا معناتها حبوا بعضكم وكذا وذي معناتها موده ورحمه وكذا كل شيء معناتها نورمالمون ما تتبدلش معناتها ما عادش تولي بقله فهمت تنصحهم باش يعملوا برشا اصحاب والله ننصحهم اما يفرزوا يعطيك الصح فهمت يفرزوا خاطر ماهوش اي واحد تو باش تصاحب فهمتني يلزم يفرزوا ويلزم هو زاد يعرف ما عاد شنو هي فهمت في المخالطه هذه معناتها نتاع الاصحاب فهمت انت مثلا كي انسان عامل قدر وهم لروحك وما تحبش هكايا صاحب نتاع المشاكل ولا نتاع المضره ولا نتاع واحد تحاول معناتها فهمتني تصاحب معناتها لي ماكس معناتها كيفك ولا اخر منك ولا فهمت. واحنا شو نقولوا معناتها ان شاء الله واحد ديما مثلا ما معناتها يحاول يستحفظ على روحه معناتها لي ماكس من المخالطه هذه خاطر المخالطه هذه راهي تجيب برشا معناتها فهمني مشاكل في الواحد معناتها في مجتمعنا توا في تونس فهمتني. حاول الواحد معناتها فهمتني يختار صاحبه اي صاحب به معناتها فهمتني وقت يقول صاحب معناتها ينجح خاطر هو صاحب وقتاش وقت وقت الشده وقت فهمت مش معناتها كيكة بالكلام فهمت حبر على ورق يعطيك الصحه ميرسي عايشك وتحيه لكم بربي عايشك يعطيك الصحه.